غندير المقارونيات تسلق الماء درت فيه شويه ديال الخرقوم شويه ديال الزيت والملح غادي نخليها طيب نرجعو للدجاج نضيف فيها واحد نص كاس ديال الماء المقارون ديالنا هي تسلقات صفيتها من الماء جات بحال هكا راه طايبه دابا ان شاء الله غادي ندير ديفو المطيشه والصدر ديال الدجاج كلشي مشحر بالصلاه بشاميل ندير شويه الزبده معلقه كبيره دابا بشاميل ديالنا عقدات بدا كيعقد ندير شويه البشاميل
ان شاء الله غادي ندخلها الفران 15 دقيقة ونحمروها من الفوق ونطلقها في التقديم ان شاء الله. ها الكغاطون ديالنا خرجتو من الفران يجي بحال هكا.